بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم هي الفاليوز. والفاليوز مثل ما تعرفون بالمحاضرة أنه جزء من الفاليو سيستم، وهي من معايير السلوك، وهي من معايير السلوك المهم. احنا بالكوميونتي نعرف الفاليو سيستم، هسه راح نجي عليه. مهم نعرف انه الفاليو سيستم، الفاليو هي السمثينج، الفاليوز هي السمثينج ذات از بيرسيف از ديزايربل اور ذا واي ثينجز اوت تو بي، ما هو ما يجب فعله من السلوك. الواجب هو يحدد معيار، يحدد ماذا يجب فعله من السلوك. يعني motivate، يحفز ال people to behave in certain way that's personally or socially preferable. يعني يحفز أو معيار تحفيز السلوك اللي ينظم في طريقة يعني منظمة مقبولة شخصيا أو مقبولة مجتمعيا. The standards of for behavior. طبعا هو قلنا الفاليوز هو أو عموما هو الفاليو سيستم. عموما الفاليو سيستم هو standards. الوظيفة مالته هي standards that guide action and behavior in daily situation. عموما وظيفة الفاليو سيستم أو الفاليوز هي كجزء من الفاليو سيستم، وظيفتها هي قايد السلوك والأفعال في المواقف اليومية. وطبعا هي internalized by individual، يعني تكون داخلية ومحفزة للسلوك، such as honesty، الأمانة والصدق. وطبعا الفاليوز have long term function، يعني وظيفتها تقريبا طويلة، وظيفتها طويلة لكن ما نعتبرها احنا على مدى الحياة. وظيفتها تاخذ لونج تايم، ولكن ما نقدر نعتبرها على طول الحياة، لان احتمال انه تتغير لظرف من الظروف. وطبعا هي strong motivational components of value help people to adjust in society. زين، مهم انه احنا تسوينا adjustment within society. ليش؟ لان دا تحددنا وتعتبر ضد الايجو، يعني انه هي تحمينا ايضا من الايجو، زين، وايضا تكون معيار لسلوكنا بطريقه تنظم التكيف بالمجتمع في مختلف المواقف. الكواليتيز اللي هي صفات، كواليتيز صفات الفاليو، الكاركترستكس مال الفاليو. الاندورنس هي التحمل، الهيراركيال ارنجمنت، و بروسكريبتيف بليف، الريفرنس اند بريفرنس. هذه كل الفاليوز لها صفات خمسة تقريبا. انه اندورنس هي التحمل، هي التحمل، يعني قابلية يعني persist to provide continuity to personal and social existence، مستمرة مع وجود الإنسان. يعني هناك values، التحمل يعني ثابتة أو تقريبا stability within environment، within social existence، مع الوجود الاجتماعي ثابتة. أحيانا بعضها تأخذ ثبات مستمر، وأحيانا ثبات إلى ظرف معين. فالإندورنس هي واحدة من الصفات. الهيراركيال هذه القيم منذ الطفولة لها وزن، تترتب بطريقة حسب الوزن. هذه إحنا الفاليو سيستم أو البناء القيم طلابنا عيني تترتب في نظام هرمي. نظام هرمي شنو؟ according to the الويت مالتها، طبقا الى الوزن، طبقا الى الوزن. احيانا تكون الزاميه بروسكريبتيف او بروسكريبتيف
بريسكريبتيف او بريسكريبتيف، هذه المعتقدات اللي هي كل شيء سبيريت ريليتد، شو كل القيم اللي هي عائده للوجود للديانه للوجود، هي تعتبر شنو؟ تعتبر ستيبل ثابته، وباقي القيم تتغير من وقت الى اخر. فحسب روكيتش اللي هو انه حتى نملك الفاليو او حتى تتكون عندنا الفاليو، it is important اول شيء احنا نكون oriented to know the correct way to behave or the correct end state for which to strive. يعني اول شيء الجانب انه نعرفها، يعني احنا واعين لهذه القيمة. الجانب الاخر هناك ميول، يعني احنا حتى نعتنق خلينا نقول الصدق يجب ان تكون هناك معرفة، يعني كوجنيتيف، وعندنا ايموشنال يعني فيلينج اوف يعني ميل شو مشاعر، وايضا حتى ندافع عنها اللي هي يعني القناعة والدفاع عنها. من تقتنع بشيء انت تدافع عنه او تتبناه، التبني يعني الميل يتبعه التبني. والنقطة الثالثة هي to take action based in behavior، يجب ان ناخذ الاكشن وتكون هي جزء من اتخاذ القرار، يعني مهمة في الاكشنز مالتنا. يعني احنا نحتاج الفاليوز، نحتاج الفاليوز في الجانب المهني، مهم نعرف الفاليوز بالجانب المهني لحتى نأثر على المقابل، او نعرف الفاليو سيستم لحتى نأثر عليه، وبالتالي نحقق هدفنا اللي هو الكير. لان الان مثل ما تعرفون هو الايشو الحديث هو الترانس كالتشورال نيرسينج، الترانس كالتشورال تقديم الرعاية الصحية العابرة للثقافات. فاحنا حتى تتكون عندنا الفاليو، اول شيء الكوجنيتيف كومبوننت، الجانب المعرفي بهذا، واثنين الميل، والثالث هي انه تكون نسويها incorporated to element to action، يعني لازم نتخذ بها سلوك او تكون جزء من عملية صنع القرار. الريفرنس احنا اتطرقنا تقريبا في سياق الكلام مالتنا للريفرنس. الريفرنس هو مرجعية الفاليو، كل الفاليوز اللي تعود الى الروح، يعني مثلا السلام الداخلي، السلام العالمي، كل شيء يعود الى الروح، يعني spirit related، هذا نسميه احنا terminal، نسميها terminal values. ليش terminal values؟ لأنه هي عائدة، المن عائدة إلى الروح، هذه ثابتة ما تتغير. لكن إذا كانت وسيلة للوصول إلى قيمة معينة، وسيلة تكون القيم أحيانا وسيلة لتحقيق الterminal values، نسميها instrumental values، القيم الأداتية. يعني مثل من يعني الكونفيدنشياليتي، المحافظة على السرية، الكيبينج بروميسز، الوفاء بالوعد، والاونستي، الأمانة أو الصدق. يعني هذه القيم هي احنا نسميها انسترومنتال. ليش انسترومنتال؟ لأن بالإمكان تتغير، بالإمكان انه يفشي السر، إذا اضطر لظروف معينة يفشي السر، او بامكان انه راح يعني يصير عكس الاونستي اضطر. لكن اللي هي الفاليوز، التربنال فاليوز اللي هي ريليتد للاسبريت، لا تختلف، هذه ثابته بوجود الانسان، مثل السلام الروحي، السلام العالمي، زين، هذه نسميها احنا تربنال بريفرنس. احيانا البريفرنس اكو تفضيل لقيمة على قيمة اخرى، مثلا افضل مثلا الاكسرسايز على الاكتيفيتي، زين، افضل ان اكون مثلا افضل الرشاقة على ان اكون
او التقشف احيانا على الاوبيسيتي. فهذه الافضليه يعني تفضيل صفه على صفه، العفو فاليو على فاليو اخرى، فاحنا نسميها البريفرنس. نجي للفاليو سيستم اللي احنا ذكرناه في بدايه محاضرتنا وخلال سياق الكلام، انه الفاليو هي جزء من الفاليو سيستم. ما هو الفاليو سيستم؟ الفاليو سيستم يعني هذا يعتبر اورجنايزيشنز، نعتبر اورجنايزيشن يشمل لنا كل البليف، النورم، التراديشنز، الفاليوز، يعني كل العادات والتقاليد والقيم والفلسفه اللي سواء كانت لجروب من الناس او كان لفرد. فمهم احنا نعرف الفاليو سيستم وانه مهم بالكوميونتي هيلث نيرسينج، يعني على خلاف بقيه التخصصات في التمريض احنا نحتاج الفاليو سيستم، لان احنا نتعامل مع كوميونتي، والكوميونتي من نحتاج انه نقدم كير يجب ان نعرف ما هي الفاليو سيستم. احيانا نواجه مثلا صعوبات في اقناع المجتمع باخذ اللقاحات، يقول لك هذا مثلا المرض هو يا اما عقوبه يا اما هديه من الله، فهذا شو راح ناثر عليه؟ فاذا هنا مهم انه شنو نعرف الفاليو سيستم. وطبعا مثل ما قلنا تترتب هذه القيم كلها ان هيراركيال سيستم تشينجز اوفر تايم. طبعا هو هذا الهيراركيال يتغير بحسب الوقت او بحسب الظروف. فهي التيرمينال هنا عندكم فاليوز، التيرمينال فاليوز اللي هي الحاجات الفسيولوجيه، علاقتنا بالانفايرومنت، الحاجه الى تقدير الذات، الحاجه الى يعني المعيشه، خلينا نقول تحقيق الذات، الانتماء والمحبه، الحاجه الى الامن، هذه كلها احنا نسميها التيرمينال. تيرمينال ما ممكن انه نتغير، ما ممكن انه نستغني عن الطعام، ما ممكن نستغني عن مثلا المأكل او الملبس، او ما ممكن، هذه تيرمينال فاليوز، ما ممكن انه نستغني عن تحقيق الذات، عن احترام الذات، عن الحاجه الى الامن، عن الحاجه الى الحب. فهذه هي نسميها احنا تيرمينال فاليوز. اما الانسترومنتال فاليوز اللي هي تكون means، وسيلة لتحقيق احيانا التيرمينال فاليوز او احيانا لتحقيق يعني اشياء اخرى. فاذا مثل الاونستي، الفروجاليتي يعني التوفير، حفظ الوعد او المحافظة على الكونفيدنشياليتي، الحفاظ على السرية. الهيراركيال سيستم احنا قلنا هذه كلها تترتب في تترتب هذه القيم في نظام هرمي، لكن احيانا يصير عندنا كونفليكت. كونفليكت شنو كونفليكت؟ شو وقت يصير عندنا الكونفليكت؟ لو من احنا اثنين قيمتين مهمات يتنشطون في نفس الوقت، قيمتين الكونفليكت بتوين فاليوز ان اسيستم، يعني شو وقت عندنا تصير صراع القيم، يسمونه صراع القيم لما يكون عندنا قيمتين زين، قيمتين عندنا تتنشط اثنين منشطات في نفس الوقت. فهذا انا احتار هاي القيمه اختارها ولا هذه القيمه. مثلا انت تعمل خلينا نقول في يعني تقدم نيرسينج كير، وفجاه صادفك مريض، يا اما انت تنقذ حياته وتتخلى، يعني تنقذ حياه، اما تنقذ حياه المريض لانه هذا واجبك الانساني، انسانيتك هذا واجب انساني، وبين انه يعني تتجاوز على الصلاحيات مالتك. يعني افترض انت تعرضت الى موقف ماكو غيرك، يا اما تنقذ حياه المريض، يا اما شنو تتجاوز على الصلاحيات، تتجاوز على الصلاحيات، وبالتالي يا اما تخسر وظيفتك، يا اما البيشنت يخسر حياته مثل ما يقولون. زين، فهذا نسميه احنا الصراع القيمي. البروسيس اوف فاليونج، عملية تكوين هذا القيم، عملية تكوين هذا القيم
اللي هي حسب قلنا الركاج عندنا 5 خطوات، سين 7 ستيب. الخطوة الأولى إنه تشوز ذا فاليو فريلي أند إندفجوالي، نختارها بطريقة منفردة وبحرية، اختيار القيمة بطريقة حرة مثل ما يقولون، بطريقة حرة وبصورة منفردة. Choose the value from among alternative، اختيارها من بين البدائل، اختيارها من بين البدائل. Carefully consider the consequences of the choice، انه هذه القيمة احنا من نختارها نتحمل عواقبها، نتحمل عواقبها. يعني شلون نتحمل عواقبها؟ يعني احيانا الناس تدفع ضريبة الإخلاص بالعمل، أو تدفع ضريبة قول كلمة الحق، أو تدفع هذا. يعني أنت من تختار قيمة، من تختار قيمة إنه عليك تتحمل عواقبها. Cherish or prize the value، طبعا هذه القيمة من تختارها أنت تثمنها، يعني تثمين حتى تكون عندها لها وزن، لها وزن في معادلاتك. Cherish or prize the value. Publicly، طبعا هذه لها القيمة لأن أنت تختارها أصلا لها قبول في المجتمع ومثبتة مجتمعيا. Incorporate into behavior، نحول هذه القيمة اللي نؤمن بها إحنا نحولها علما إلى behavior، وتكون معيار أصلا للسلوك. وهذه الفاليو هي تكون جزء في اتخاذ القرار، واللي يهمنا احنا اتخاذ القرار في مجال البروفيشن، يعني في مجال المهنة مالتنا. طلابنا عيني، الى هنا نأتينا على نهاية هذه المحاضرة.